أعلنت وزارة الصحة إصابة 1077 حالة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة ماضية. وكشفت الصحة في تقريرها اليومي عن فيروس كورونا ارتفاع الحالات الحرجة في المملكة، إذ وصلت إلى 1562 حالة مرتفعة عن يوم أمس بعدد من الحالات في العناية المركزة في حنجرة، تسجيل 906 حالات شفاء و16 حالة وفاة. وتصدرت مكة المكرمة مناطق المملكة ب 348 حالة، فمنطقة الرياض ب 225، فالمنطقة الشرقية ب 149 حالة. شفى الله مرضانا ورحم موتانا. وللحديث عن هذا المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في المملكة وبعض التطورات التي نلحظها فيها، انضم إلينا هاتفيا أستاذ الطب الوقائي بجامعة الإمام محمد بن سعود دكتور محمود المحمود. دكتور محمود أهلا بك. يعني ما زلنا خلال الأيام الأربعة الأخيرة نتابع حديث وزارة الصحة عن زيادة الحالات الحرجة وزيادة الحالات في العناية المركزة، مع تفاوت في الأرقام بالنسبة للحالات الجديدة أو للحالات التي شفاها الله. نعم، حيا الله وحيا الأخوان المشاهدين والمستمعين، وجزاكم الله خير على هذه الدعوة. يعني أولا إحنا لازلنا في فترة الوباء عالميا، ولازلنا في الاحترازات وال الجهود المبذولة من مختلف القطاعات وعلى رأسها وزارة الصحة. المنحنى في الزيادة في الصعود والنزول بأعداد يعني إن شاء الله أنها تحت السيطرة، هذا متوقع بناء على الحراك المجتمعي والانتقال والسفر ويعني تواجد التجمعات في بعض المناسبات اللي قد يعني لا يلتزموا فيها بالاحترازات الواجبة. لازلنا لم نصل للتغطية الكاملة في اللقاحات على مستوى المجتمع، والتي من شأنها أن تقلل من هذه الأعداد وأن تحقق المناعة المجتمعية بما يكفل قلة التعرض بين الأفراد وبين الحشود والجموع. هذه كلها طبعا عوامل إضافة إلى الأعداد السكانية، ومثل ما قلنا الانتقال، الجو نفسه في 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 موجات الحر أحيانا الناس تجنح إلى الوجود في الأماكن المغلقة، وطبعا فرصة الانتقال في الأماكن المغلقة إذا بقي الإنسان مدة طويلة فيها تكون أكثر، خاصة إذا لم يكن ملتزم بالاحترازات الالتزام الكامل. كل هذه الأمور طبيعي أنها تزيد من الحالات، لكن يبقى على الفرد وعلى المجتمع العبء الأكبر في تنفيذ خطة الدولة وفي الوصول للمبتغى من خلال يعني التوجه إلى مراكز اللقاحات. هذا واحد. دكتور محمود، يعني نعم دكتور محمود، يعني ما دام تتحدثت عن هذه التحولات المجتمعية والعلاقة بالصيف والحر وكذا، دكتور، يتحدث أحد المسؤولين في إحدى المؤسسات الصحية أن تعرف مع الصيف وزيادة الزواجات أن هناك نسبة كبيرة من الحالات نسائية، يعني ما هي النصيحة منكم لسيدات المجتمع في مناسباتهن المختلفة؟ نحن لا نطالب بمنع الأفراح، لكن ولا أن يشعر الناس بسعادتهم، لكن يجب أن يحافظوا على الآخرين عندما يدعونهم وكذا، يعني ما هي نصيحتكم دكتور؟ نعم صحيح. أول حاجة، هيئة الصحة العامة في المملكة وضعت الضوابط للتجمعات أيا كان نوعها، سواء الزواجات سواء الأماكن المغلقة سواء كذا، بتحديد أعداد تتناسب مع مساحة المكان وحجمه ومدة البقاء فيه.
هذا واحد، الفئات العمرية المعرضة للخطورة الأكثر واللي بتؤدي إلى العناية المركزة مثل ما قلت، والوجود فيها طبيعي. إحنا مجتمع يعني علاقاتي ومجتمع حميمي، هذه الأمور أحيانا نجد أنه يعني أسرنا وأهالينا لا يلتزمون الالتزام الكامل، بينما يعني درء المفاسد قدم على جبل المصالح مثل، وهذه قاعدة فقهية. يجب أن نحمي كبار السن، يجب أن نحمي المعرضين للخطر، يجب أن لا نخاطر بوجودهم في هذه الأماكن، يجب أن نقلل من الأعداد في هذه المناسبات، نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، نحاول قدر المستطاع أن نحن نلتزم بالمعايير وبالتعليمات. طيب. اللي يوميا شبه يومي في تحديث للتعليمات بحسب المعطيات الموجودة. نعم، الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا إذن للدكتور محمود المحمود، أستاذ الطب الوقائي بجامعة الإمام محمد بن سعود.